السلام عليكم متابعين قناه مريم شانيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. السلام عليكم خويا عبد الرحيم، كي داير؟ لاباس عليك؟ هانيا، كلشي بخير. غبرتي على المتتبعين ديالنا؟ ما كبرناش على المتتبعين، بارك اليوم بعدا كاين سيدنا رمضان. اوا مشى، حنا في المنتصف. مباركوا اليوم العيد. مباركوا اليوم العيد ان شاء الله، وغتكون ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ما كبرناش عليهم. كتعرفوا باننا حنا ملي كنطلقوا شي صوم خصو يكون كميه كثيره، اكيد هي ما شويه سلعه قليله لظروف ديال المرصه شويه كتعقلات كتعقل على السلعه، هذاك الشيء علاش ما صورناش. ودابا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نصوروا لهم شي ميزات، دير لنا شي صوت العيد ان شاء الله، شي برومو ديال العيد ان شاء الله. يلا نبداو اخويا عبد الرحيم، غنبداو بهذا الصوت هذا، غنبداو بهاد الزربيه هذه. الزربيه هذه كامله جوج على ثلاثة. شحال غتبقى لينا الزربيه جوج على ثلاثة؟ درهم. هذا القياس هذا كامل جوج على ثلاثة ب 400 درهم. الزربية كاملة نجيب 400 درهم ناخذ زربية. فيها الألوان؟ فيها غير هاد الكرونة هذا اللي كتشوفوا معايا البوردو. تبارك الله ما شاء الله. الزيوت الكمية؟ الكمية موجودة بطبيعة الحال. توصيل لجميع المدن كيف كتعرفوا دائما؟ 50 درهم فيما كانت في المغرب، داخل كازا ولا خارج كازا 50 درهم توصلها حتى لباب الدار. حتى لباب الدار. بالنسبة للمحل اخويا عبد الرحيم كيكون مفتوح طيلة أيام الأسبوع؟ طيلة أيام الأسبوع. مورا الفطور؟ لشهر رمضان طيلة أيام الأسبوع حتى الوحدة ديال الليل. حتى الوحدة؟ من 10 ونص ديال الصباح حتى الوحدة ديال الليل. حتى الوحدة ديال الليل. خليكم معنا. بالنسبة عندنا هذا الصوب الآخر الثاني اللي فيه مترو 70 على 72. مترو 70 على 72. هذا ما بقاتش فيه شي كمية كثيرة، الناس كثار اللي بغاته. فيه هذا اللون هذا الكرونة البلدي. شوفوا معايا. وفيه هذا الفيرزاتشي في الموف. تبارك الله شوفوا. وفيه هذا الفيرزاتشي في الكري. وفيه الفيرزاتشي في السياج، أو فيه أربعة ديال الألوان. شوفوا لي هذا الكري حتى هو شحال غزال، هذا شحال غيبقى لينا؟ هذا غيبقى ب 350 درهم. 350 درهم نعاودوا لهم العبار؟ مترو 70 على 72. مترو 70 على 72 غيبقى لكم 350 درهم. عندنا هذا القياس هذا الاخر، مترو 70 على 72، هذا كاليتي اخر. هذا القياس هذا كامل مترو 70 على 72 300 270 درهم. هذا كامل 270 درهم. 270 درهم الزربيه كامله، هذه زربيه كامله. رمضان. العيد. من هنا حتى العيد. بالنسبة لهذا القياس هذا شحال نقول لهم؟ مترو 70 على 72 والثمن 270 درهم. 270 درهم الزربية كاملة، جيبي 270 درهم خذي هذه الزربية. كتبان لي اختي مريم راكي ما تصدقاش. ما تصدقاش. ولكن غير هي الكمية محدودة. الكمية موجودة. توصيل جميع المدن، مستحيل تلقاو هذه الأثمنة هذا. هذا الكمية موجودة. شوفوا لي هذه الزربية كاملة 270 درهم، جيبي 270 درهم خذي هذه الزربية. شوفوا لي اللوينات، الناس تاع خارج كازا سكريني ولوا اللي عجبكم، الزربيه اللي عجبتكم ارسلوا لنا في الواتساب. شوفوا لي هذا الكريمي هذا تبارك الله ما شاء الله. هذا العرض غيبقى حتى العيد ان شاء الله باذن الله. بغيتكم كلكم تستافدوا. شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله اللوينات. خليكم معنا. حنا في الثمن ديال 270 درهم، هذا المكيد زربيه متر ونص على جوج ونص، حتى هو 270 درهم. ميترونس على جوجونس. هالألوان اللي فيه؟ موكيت زربية. ميترونس على جوجونس. شوفوا لي هاد الكري حتى هي تبارك الله ما شاء الله. هانتوما لون كاين ستيكلون تبارك الله. وزواقة. السك زواقة والثمن 270 درهم والقياس مترو 50 على 52. مترو 50 على 52. شوفوا لي هاد الكمية هادي كاملة غتبقى ليهم 270 درهم فقط. شوفوا لي حتى اللون هاد الإيني هذا حتى هو. شوفوا الموف ما شاء الله. أذواق تختلف. الباش. تبارك الله راه كاينين الشكيلات عندكم فين تختاروا. تبارك الله ما شاء الله 270 درهم الزربيه كامله. خليكم معنا غندوزوا لهذا ديال الكوزينه. شوفوا لي هاد الطابيه ديال الكوزينه 60 على جوج. 60 على جوج. وبالنسبه للثمن 130 درهم الوحده. 130 درهم. وهذا راه اونتيطاش. شوفوا لي وما كيهبطش الماء. معروف هادي. وكيدخل الماء كينتصاب ضد الماء. شوفوا لي الاسود. شوفوا لي هاد الماغون ديالها.
ليا اللوينات. راه كاين فيهم العديد من الزواقات والالوان، تشكيلات مختلفه. 130 درهم. 130. شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله جميع اللوينات، جميع الاذواق ان شاء الله. الثمن يلقاو فشي بلاصه الثمن؟ ما نظنش غيلقاو فشي بلاصه. هذه 60 على 2، ماشي 60 على 180. 60 على 2 متر. 60 على 2 والثمن ديالها راه 130 درهم. 130 درهم. وشوفوا لي هادو هما الزواقات وكيتعاودوا، خليكم معنا غندوزو للطروات ديال الطروات ديال الاسبي. الاسبي. الاسبي هذا سميتو، شوفي الشعره تبارك الله شحال مهزوزه. شوفي الشعره تاليم. والثمن ديالهم 3 بياس. 3 بياس. غيبقى لهم الثمن خيالي 350 درهم. 350 درهم فيهم اللوينات؟ عندنا فيهم ثلاثة ديال الألوان. شوفوا ليا كاين فيهم هذا الماغون شوكولا، كاين فيهم هذا الدوغي ولا الموطار ولا كل شنو كيسب به، وكاين الكري. وكاين هذا الكري. هذو غيبقاو لنا ب 350 درهم. كاملة 350 درهم، والقياس الكبيرة فيها 80. هذا الإسبي. هذا الإسبي. والقياس ديال الكبيرة فيها 80 على متر ونص، والصغارات جوجات فيهم 60 على متر وعشرين. 60 على متر وعشرين. خليكم معنا باقي نحن في الطروات بياس. الطروات بياس. عندنا هادو ديال اونتيطاش. وكما العادة طروات بياس اونتيطاش ب 300 درهم. 300 درهم. بالنسبة هادو هما الزواقات والألوان اللي فيهم، ها هما غنسرحوهم كاملين إن شاء الله. شوفوا لي هذا حتى هي زواقة بلدية. هادو كاملين 350 درهم. هادو 300 درهم، هادو الطروات بياس ديال لونتيطاش 300 درهم. 300 درهم بالنسبة للإسبي هو اللي 350 درهم. شوفوا معنا كاينة هاد الرخامة هادي حتى هي 300 درهم. يلا سكريني اللوينات اللي عجبوكم. والتوصيل راه جميع المدن توصلك حتى لباب الدار 50 درهم. كيف ما عودناهم ديما راه التوصيل فيما كان في المغرب 50 درهم توصلوا حتى لباب الدار. هادو هما اللوينات. سهل باقي الخير. تبارك الله ما شاء الله. شوفوا لي هاد السعر الخامة حتى هي في الدوغي. وكاين هاد الزرق هذا الفيرزاتشي. ها ثلاثة الزرابي غيبقاو لكم فقط ب 300 درهم. سكريني والموديل اللي عجبكم وصيفطوا لنا في الواتساب والناس تاع كازا جيو للمحل. خليكم معنا. شوفوا لي حتى هاد الماغو هذا. ودابا غندوزو نبداو بهاد الزربية هذه. شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله. هادي القياس هذا فيه متر 60 على 32. متر 60 على 32. بالنسبه للناس اللي كيشاهدونا هذا الشيء ما عندناش فيه العدد، راه عندنا فيه غير بياسه بياسه اللي غنطلقوا لهم دابا. غنديروا ليه صول 650 درهم للبياسه. 650 درهم زربيه كامله. زربيه كامله متر 60 على 32. هذا هود كام والسلعه ديال تركيا. شوفوا ليا هذه سميتها اراس. هذا الشيء كنا كنبيعوا ب 230 درهم للمتر مربع. دابا الزربيه كامله غطيها لهم غير ب 650 درهم صول. والكميه محدوده. الكميه محدوده. هذا الشيء اللي غنوريهم فيها بياسه بياسه من اللون. مابقاش عندنا في لا كونتيتي. حنا زدنا صول. تستافدوا من هذا العرض هذا. هذا العرض هذا راه كيجي للسيجورات، كيجي لبيت نعاس، كيجي لصالونات صغار. شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله. هاد الزربيه هادي راه تتحمق وكتجي مع جميع اللوينات تاع طليمطاس. شوفوا ليا شوفوا ليا هاد الدوغي هادي. هادي حتى هي ديال تركيا. حتى هي ديال تركيا. شوفوا ليا الشكيلات مختلفة. نفس العبار. نفس العبار متر 60 32. متر 60 على 32. 32. والثمن راه 650 درهم للبياسة. 650 درهم. جيبي 650 درهم خدي الزربيه كامله. هاد الصولد غيبقى حتى نهار العيد ان شاء الله باذن الله. الله كيف قال لكم هذا راه بياسه بياسه اللي بقات في الموديل. شوفوا
شوية حتى الشكل هذا. هذا راه فيه مترو 50 على 32 مترو بالنسبه لهذا القياس الثاني. هاد الزواقات هادو راه فيهم مترو 50 على 32 تما راه 650 درهم. 650 درهم. شوفي شوفي حتى الشكل هذا مترو 50 على 32. نذكروا الناس بالقياس ما ينساوش مترو 50 على 32 على 2. بالنسبه للثمن راه 650 درهم. جيبي 650 درهم خدي الزربيه. وبالنسبه للتوصيل داخل المغرب وخارج المغرب كامل 50 درهم توصلك حتى لباب الدار. شوفوا لي عاوتاني هذا الشكل هذا هانتوما هادو الكمية اللي كاينة فيهم. اللي بغى شي بياسة يسارع باش يلقى اللون اللي بغى. شوف لي تبارك الله ما شاء الله شكيلات مختلفة. خليكم معنا غندوزو لكم لهاد الزربية موكيت. شوفوا هادي ماشي زربية موكيت اختي مريم. هادي زربية. هادي زربية في الرولو. في الرولو. هادي زربية في الرولو. شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله. هادي المنشأ ديالها. هادي المنشأ ديالها بلغاريا. بلغاريا. وسميتها فلوريدا. 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 والثمن ديالها كتبقى ب 200 درهم المتر مربع. 200 درهم المتر مربع فيها اللوينات؟ فيها فيها اللوينات وفيها جميع القياسات. جميع القياسات مادام كاينه في الرولو الا فيها جميع القياسات. اجي تشوفوا معايا اللوينات اللي غادي يكونوا فيها. كاين هذا المارون هذا. هذا المارون ديالها. يلاه دخل جديد. شوف لي هذا. هذا اللون هذا راه يلاه دخل في هذه الزواقه. أول مرة غيشوفوا المتتبعين ديالنا. فن البنات وهذا اللون اللي كيجي مع جميع اللوينات تاع البلامط. وفي هذا الزواقة الأخرى ديالو. شوفوا لي هذه الزواقة هذه. تبارك الله ما شاء الله هانتوما. شوفوا لي هذه حتى هي. هادو كاملين غيبقاو ب 200 درهم للمتر مربع. 200 درهم 4000 ريال. 4000 ريال للمتر. بالنسبة للاسم نذكروا الناس راه سميتهم فلوريدا. 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 باقي نحن في اللوينات. عندنا موديل اخر. موديل اخر شكل اخر شوفوا. عندنا هذا الموديل هذا سميتو نوفا بليس. نوفا بليس تركيا. هذا تا هو بلغاريا. بلغاريا. والثمن ديالو راه 230 درهم متر مربع. قيسي الهوت جام ديالو اختي مريم. تبارك الله ما شاء الله باينه غليظه. ما شاء الله. تا هو راه فيه جميع القياسات. خليكم معنا. عندنا هذه حرير الماز. حرير الماز هذه تركيا. هذه بلغاريا. حنا بلغاريا. هذه بلغاريا. حرير الماز. شوفي اللون ملهي. اجي من هكا شوفي اختي اللون. يبان لك فاس لون مفتوح وفاس لون مغلوق. شوفوا لي تبارك الله. كيعطي الماتو البريو. يفرش الانسان علاش ما بغا. واه. وبالنسبه للثمن راه 230 درهم للمتر مربع. 230 درهم للمتر مربع البنات وفيها جميع العبارات اي عبار بغيتي. وفيها هذا اللون. شوفوا لي حتى هذا اللون هذا. شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله. هذا اللون. وكاين هذا الباش طوب. شوفوا لي هذا الباش طوب حتى هو. في الحقيقة راه لون كاين ستيف لون. وفيها الدوغي ديالو. شوفوا لي هذاك الدوغي ها هو. هادو كاملين غيبقاو 230 درهم. 230 درهم للمتر مربع. عندنا هاد الموديل هذا. هذا غيبقى ب 200 درهم للمتر مربع. 200 درهم 4000 ريال. 200 درهم. شوفوا لي حتى هذا راه غزال. نقرب لكم باش تشوفوا. عندنا هاد الموديلات ديال الموكيت. هادو اختي مريم زومي على الناس. هادشي كامل مصور لي 80 درهم. 80 درهم. هادشي كامل من هنايا هما غاديين هادو اللي لتحت 80 درهم. شوفوا لي هاد الشكيلات كاملين غيبقاو لكم فقط ب 80 80 درهم. هانتوما سكرينيو اللون اللي عجبكم ورسلوا لينا في الواتساب. مع رمضان ما غنقدروش نصرحوا لهم كل شيء اكيد. الصيام. الصيام. نكملوا النهار. اسمحوا لينا.
ودابا خويا عبد الرحيم الزربيه اللي دارت ضجه، الزربيه ديال بلجيكا، ديال بلجيكا هذه راه معروفه تبارك الله ما شاء الله، كتباع في شي اماكن باثمنه خياليه خياليه خياليه. نتوما راكم عارفين ديالنا راه عارفينها. بالنسبه لهذا القياس هذا راه متر 60 على 32، متر 60 على 32 شحال غتبقى لينا؟ غادي تبقى ب 1100 درهم. 1100 درهم شوف الزربيه كامله 1100 درهم، الزربيه كامله هذه 1100 درهم. كيف اللوينات؟ فيها غير هذا اللون، هذا البلون كاسيل كيكون الكري ما كيكونوش فيه اللوان، هو الاغلبيه اللي كيتمشى فيها هو هذا اللون، هذا البلون كاسيل. وما تخافوش من الوسخ، راه كاين برودوي العجيب العجيب. شوفوا لي حتى الزواقه هذه نفس العبار، مترو 60 32 كاع هاد الموديلات هاد الزواقات مترو 60 32. شوفوا لي تبارك الله، واو شوفوا لي حتى هاد الزواق كيدخلوا فيها غير جوج ديال العبارات مترو 60 32 ولا جوج على 92. شي سيجور هذا تجي غزاله، حاجه الجوده طاي الصالون اللي ما كيبغيش يفرشوا الانسان كامل، البيروات ديال الشركات ديال الادارات كلهم كيجيو ياخذوها من عندنا. وبالنسبه للقياس مترو 60 على 32 والثمن راه 1100 درهم. ويلقاوها الثمن؟ من سابع المستحيلات اختي مريم، من سابع المستحيلات يلقاو هذا الثمن هذا، ولكن راه الزربيه كتعرفوا الزربيه ديال بلجيكا. شوفوا لي تبارك الله هذه اختي مريم نسينا ما قلناش الناس الكود بار ديالها، باش ما يمشوش عند شي واحد ويقول لهم لا راه هذيك راه دوزيام ولا كذا، ها الكود بار ديالها كيسكرينيه كيدخلوا الشركه ديريكت. شوفوا لي خليكم معنا يا هذا اللون هذا الكري، شوفوا لي هذا الكري هذا نفس العبار، نفس العبار كلهم مترو 60 32 والثمن كلهم 1100 درهم كاع هاد الزواقات اللي وريناهم 1100 درهم. واو شوفي هاد الشكل تاعو شحال غزال، فيها شكيلات شكيلات بطبيعة الحال. شوفوا لي حتى هذا شوفوا لي هاد الموديل تاعو شحال زوين، قالت لنا الزواقة الأخيرة في هاد القياس متر 60 جوج وثلاثين، متر 60 جوج وثلاثين. شوفي أختي مريم تبارك واعرة تبارك الله ما شاء الله، هادو كاملين راه 1100 درهم 1100 درهم. عندنا القياس الثاني فيها اللي هو جوج على جوج وتسعين، جوج على جوج وتسعين. الناس سكريني دغيا لحقاش راه الزواقات كيسالي، راه كاين اللي كتعجبو شي زواقة وما كيلقاهاش عاد باش كيعاود يعزل، كنصيفطو ليه وكيعاود يعزل. شوفو لينا هادي حتى هي سكريني ولو اللي عجبكم، والناس تاع كازا جيو المحل اجي شد معاها يوسف. شوفوا لي هاد الزربيه هادي بشحال غتبقى لينا؟ هادي غتبقى فيها جوج على جوج وتسعين والثمن ديالها 1800 درهم 1800 درهم. وتا هي المنشأ راها بلجيكا بلجيكا. شوفوا معايا حتى هاد السواق في الحقيقة هادي شي صالون، واو كتشوفوا معايا الزربيه لا كاليتي البنات الجوده ديالها. شوفوا ليا الزربيه البلجيكيه راه لا يعلى عليها. شوفوا ليا تبارك الله ما شاء الله، شوفوا ليا هادي حتى هي حقيقه راه لون كينسيك لون، وزواقه كتنسيك زواقه غتحتاروا سوف تحتار فيما تختار، فيما تختار. شوفوا لي حتى هذه هذه مريم تبارك الله، هذا الترابي شوفوا لي هذا الترابي نفس العبار، نفس العبار جوج على جوج وتسعين والثمن راه 1800 درهم 1800 درهم. اجي تشوفوا معايا حتى هذه هاد الزواقه فنه، شوفوا معايا حتى هاد الزواقه هادي عطينا خويا يوسف هاديك الكري، خليكم معنا عندنا
هذا الكري هذا بلوكاسي هذه زواقه تبارك الله امازيغيه فنه فنه فعقا زواقه كتنسب زواقه راه جوج على جوج 90 وبالنسبه للثمن راه 1800 درهم 1800 درهم شوفي تبارك الله ما شاء الله وبالنسبه للبرودوي العجيب العجيب هذا اللي كيهنيك هذه قرعه فيها نصيط 50 درهم ولا خديت جوج ولا خديتي جوج ب 100 درهم وكنزيدوك معاها مناسبه رمضان ثالثه فابور يعني ثلاثه ب 100 درهم ثلاثه ب 100 درهم وحده ب 50 درهم واللي خدات جوج راه ب 100 درهم ونزيدوك الثالثه فابور بغيتو اكثر من هادشي هادشي حتى نهار العيد هذا حتى نهار العيد عرض محدود 15 يوم ان شاء الله باذن الله ثلاثه القرعات ب 100 درهم والناس اللي جربوا الانتيطاش من عندنا وجربوا البرودوي يبانوا لنا في التعاليق اكيد خليكم معنا ما تمشيو فين ودابا غندوزو غندوزو طوباس الزربيه السامبل هذا سميتو الطوباس طوباس عرفتي اختي مريم ها الاسم ديالو الطوباس المنشأ بلغاريا بلغاريا شوفي لا كاليتي الشعر البنات كيف كتشوفوا معايا غلايه الشعر الظهر ديالو ما كينزلش الغبره بالنسبه للثمن ديالو راه 300 درهم متر مربع 300 درهم بالنسبه للكليان ديالنا راه ولفوا عندنا راه ما كنبدلوش فيه الثمن 300 درهم المتر مربع بالنسبه للالوان اللي فيه ها هما غيشوفوا كاملين راه فيه 6 الوان حتى الباج هذا تبارك الله وفيهم كاع القياسات فيه 2 متر في العرض و2 ونص و3 في العرض والطول حتى 20 متر حتى 20 متر تبارك الله تصلي بغيتي في الطول يعني اي عبار بغيتي غتبقى بغيتي كتفصلي في الطول الثمن راه 300 درهم المتر مربع هذه الساعة فايت الهود كام هذا ماشي الهود كام فايت الهود كام بالنسبة للساعة هذه ما يخافوش تلبد هذيك الشعرة أنا كنقول لك شي حاجة فايت الهود كام حيت دابا هذوك الزرابي ولينا كنشريهم دغيا كتلبد لي هذيك الزغبة ديالها كتلبد شي حاجة هذا الشيء راه 300 درهم المتر مربع وبالنسبة للألوان راه فيهم 6 ديال الألوان خليكم معنا دابا غندوزو غندوزو الموناليزا الموناليزا الزربيه بثمن الموكيت موناليزا الزربيه بثمن الموكيت هذه بشحال غتبقى لينا؟ عبد الرحيم وعند زرابي حرير السلطان الزربيه بثمن الموكيت شوفوا لي هذه بشحال غتبقى لينا عبد الرحيم؟ هذه 120 درهم متر مربع 120 درهم المتر مربع بالنسبه لهذا القياس اللي سرحنا ليهم هذا فيه 2 على 3 ونص 2 على 3 ونص شحال غيبقى لي 840 درهم 840 درهم خليكم معنا فيها الالوان فيها اربعه ديال الالوان فيها الترابي شوفوا معايا كاين فيها حتى الترابي ديالها اما الناس يسارعوا لان ما بقاتش عندنا فيها الكميه 120 درهم عندنا الكميه فيه كثير لان كاين شي بعض العبارات اللي سالاو يعني سارعوا سارعوا اش نقول لكم فعلوا الجرس باش دائما توصلوا باي جديد شوفوا معايا عندنا هذه فيها جوج على خمسه جوج على خمسه 1200 درهم 1200 درهم كامله جوج على خمسه 1200 درهم راه فيها القياسات فيها المتر ونص في العرض فيها الجوج في العرض فيها الجوج ونص فيها الثلاثه في العرض فيها حتى 5 متر في الطول شوفوا ليا هذا الكريم ديالها كريمي ديالها بشحال غيبقى لنا هذا الكريمي؟ هذه جوج على ثلاثه كدير 720 درهم 720 درهم عندنا الموديل الثاني اللي غيكون فيه برومو بمناسبه 15 يوم الاخيره من رمضان شوفوا لي هذا فن هذا البنات هذا شنو سميتو هذا شيناز حرير شيناز حرير هذه سميتها شيناز حرير تركيا حيت علاش قلت لك قبيله تركيا حرير عرفت انا شيناز حرير تركيا بالنسبه لهذا القياس هذا راه 2 على 3 كيطيح ب 900 درهم 900 درهم هذا الكاليتي ديال الحرير وبهذا الهود كام هذا تبارك الله الزربيه كامله غتبقى لنا ب 900 درهم 900 درهم 2 على 3 وفيها جميع القياسات راه 150 درهم للمتر المربع بالنسبه للموناليزا ديال 120 درهم للزربيه بثمن الموكيط ها هي المنشأ ديالها راه بلغاريا ها الاسم ديالها موناليزا باش الناس تكون عارفه كل شيء المعلومات حنا ما كنخبيو حتى شي حاجه عن الناس شوفوا لي هادي هذه هذه اللي لنا الثاني اللون الثاني ديال حرير شيراز في 2 على 4 2 على 4 هذا القياس هذا كامل 1200 درهم
1200 درهم فيها العبارات كاملين اللي بغات ثلاثه اللي بغات فيها العبارات كاملين حتى 6 متر في الطول حتى 6 متر في الطول فيها 1.60 متر في الارض وفيها الجوج وفيها الجوج ونص وفيها ثلاثه في الارض وحتى 6 متر في الطول واللوان بجوج لا الكريم لا الكرونه عندنا فيكتوريا شوفوا لي هاد فيكتوريا هاد تبارك الله ما شاء الله هاد فيكتوريا بالنسبه لهاد القياس هذا اللي سرحنا اليوم فيه خمسة خمسة في الطول 60 درهم متر كاري هادي كومبلي كامله 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 كتفرش الصالون بدوك قداش 1600 درهم الزربيه كامله 1600 درهم 1600 درهم فيها جوج على خمسه وثلاثة على خمسة بشحال تبقى؟ ثلاثة على خمسة بشحال تبقى؟ بالنسبة لثلاثة على خمسة حنا نحسبوها الناس باش نعطيهم الثمن إكزاكت ثلاثة على خمسة هي 15 و160 كطيح ب 2400 درهم 2400 درهم أكبر عبار فيها كيتقام ب 2400 درهم في اللوينات؟ فيها كان فيها غير هذا اللون هذا اللي كنا دابا وفرنا لهم اللون الثاني ديالها اللي هو الكرونة حتى هو في جميع العبارات حتى هو في جميع العبارات شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله مريم شانيل ما كتهلاش فيكم دائما كتجيب لكم الصولد والهوسه انتم بالنسبه للثمن راه 160 درهم للمتر مربع 160 درهم تركيا فيكتوريا فيكتوريا خليكم معنا شنو عندي زيد دابا شوفوا لينا هاد الزربيه هادي هادي شنو سميتها هادي هادي سميتها اريزونا اريزونا هادي ما كاينش اللي ما كيعرفهاش عند زرابي حرير السلطان اريزونا معروف هادي شحال فيها 6 متر هادي جوج على خمسة جوج على خمسة متر هادي جوج على خمسة كتبقى ب 2200 درهم 2200 درهم كدير 220 درهم متر مربع بالنسبة لختي مريم هالاسم ديالها اريزونا المنشأ تركيا هذا راهو دقام كاليتي مزيان الناس راه خداوه من عندنا وخداوه 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 اعداد كثيرة الناس يبانوا لنا في التعاليق على اريزونا كيفاش جاتهم بالنسبة للثمن راه 220 درهم متر مربع وبالنسبة للألوان راه فيها جوج ديال الألوان شوفوا لي شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله ها انتوما ها انت يا اختي مريم شوف تبارك الله الثياب ديالها كبيرين نجي نقرب شوية شوفوا معايا بلاتي خليك خليك واعرة كي جاتكم هاد الزربية هادي البنات هادي السمية ديالها اريزونا والثمن 220 درهم للمتر مربع 220 درهم للمتر مربع فيها هاد البيج وفيها هاد البوردو هذا اجيو معنا طيب غتشوفو معنا حتى الجديد هادي الاسم ديالها بهار بهار هادي ديال بلغاريا اوريجينال الثمن ديالها غيبقى 190 درهم للمتر مربع 190 درهم 190 درهم للمتر مربع بهار هادي بهار المنشأ بلغاريا هادي بهار ديال بلغاريا هادي ديال بلغاريا الثمن ديالها 190 درهم للمتر مربع بالنسبه للالوان اللي فيها كاين فيها هذا الباج كريمي وفيها البوردو والقياسات راه فيها حتى 3.5 في الارض 3.5 فيها 1.60 متر في الارض فيها بالنسبه للقياس هذا 1.60 متر على جوج شحال يبقى لينا كيبقى 1.60 متر على جوج بشحال غيبقى هي 3 متر كاري 20 في 190 كيبقى ب 608 درهم 608 درهم تاكد ولا مع الصيام هذاك الشيء علاش كنحسبوا الماكينه باش ما نقولوش شي حاجه من عندنا انقص انقص شويه دابا باغا تشد فيك شوفوا معايا باقيين حنا هذه تايا نجمه نجمه شوفوا لي نجمه كي دايره من هذه النجمه هذه خويا عبد الرحيم شحال غتبقى لنا هذه النجمه هذه تايا نجمه 190 درهم للمتر مربع 190 درهم متر مربع راه فيها هذا اللون هذا وفيها البوردو وفيها البوردو ديالها اكيد الزرابي تيكون فيهم بيج كريمي والبوردو دابا غادي ندوزو لهاد فلامينغو هادي بالنسبه لهذا بلدي اوريجينال هادي هي المنشأ ديالها تركيا لا بلغاريا 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 اختي مريم
اللي شحال تبقى لينا مينيمم مع السلعه ديال بلغاريا. هانتي باش يشوف الاسم ديالها فلامينغو هالمنشأ ماد ان بلغاريا. وبالنسبه للثمن ديالها راه 200 درهم المتر مربع. 200 درهم المتر مربع. وفيها الترابي، شوفوا لي هاد الترابي هذا. شوفوا لي عندها شي صالون طويل فيها جميع القياسات. هادي شحال غتبقى لينا؟ هادي 200 درهم المتر مربع. 200 درهم وفيها البوردو، فيها هاد الترابي وكاين فيها حتى البوردو ديالها. فيها ثلاثة الوان. وراه بالنسبة لهاد الزرابي ديال الحرير راه كيعطيو فاس، فاس مفتوح وفاس مغلوق. نبينو الناس شوية. تبارك الله ما شاء الله. غندوزو لهاد ايكوس هادي. بالنسبة للثمن ديالها راه 220 درهم متر مربع. 220 درهم. هاد السمية ايكوس، هالمنشأ تركيا. ودابا غندوزو؟ غندوزو إن شاء الله. شوفوا معايا. بالنسبة لهادي راه اسطنبول. اسطنبول هادي العامرة. هادي العامرة. بالنسبة للناس راه كلهم ولاو عارفين لاكاليتي اللي عندي ديال اسطنبول. اسطنبول منشأ بلغاريا. فيه هاد العامرة الكرونة وفيها الخاوية. شوفوا لي الخاوية ديالها. هادي راه ماشي خاوية في لاكاليتي. خاوية غير في الزواقة ما مشارجياش كاملة. لا الزواقة اللي خاوية. كيتصحابها واش خاوية في لاكاليتي. عندنا الكريم ديالها فيها ثلاث لوينات، فيها جوج تلوان وفيها جوج ديال الزواقات العامرة والخاوية. وبالنسبة للثمن الخاوي، بالنسبة للثمن راه 190 درهم للمتر مربع. 190 درهم للمتر مربع. شوفوا لي هذا راه 190 درهم للمتر مربع. وراه اللون راه كتعطيك لون ملهي، مفتوح ولون مغلوق. شوفوا لي اللون الثاني. وشوفوا معنا هاد الطابيات هادو، هادو شحال فيهم؟ هادو فيهم تقريبا 50 على 75 ولا 50 على 80. شحال غيبقاو لي؟ بالنسبة للثمن 25 درهم. 25 درهم. 25 درهم، راه فيهم الغرق من الألوان. اللي بغات شي حاجة، اللي بغات شي حاجة، ربوا ليها اللون اللي بغات ونصيفطوا ليها اللون. راه كيكون فيهم بزاف ديال الزواقات وديال الالوان. هاد الشيء هذا كامل غادي يبقى ب 25 درهم للبياسه. 25 درهم للبياسه. يتواصلوا معنا وراه نصيفطوا لهم اللون اللي بغاو، ولا جاوا للمحل راه كيعزلوا الريوسهم. اكيد. وبسلام عليكم. هادي الميراج. ميراج شوفي تبارك الله ما شاء الله. شوفوا غير اللوينات. نوريهم الاسم ديالها. الميراج المنشأ بلغاريا، والثمن ديالها راه 280 درهم للمتر مربع. 280 درهم للمتر مربع. هي هذا الباج ديالها. هذا الباج طوب. كيبان هذا الفاس مفتوح والفاس الاخر كيبان مغلوق. الفاس الاخر كيبان مغلوق بطبيعه الحال، يفرشوا الناس علاش مغلوق. الزربيه داويه على راسها وفيها البوردو. في هذا اللون هذا البوردو. شوفوا لي هذا البوردو ديالها تبارك الله ما شاء الله. بالنسبه للبوردو ديالها راه اللون من هيك كيبان لهم بريو. ودابا المغلوق ديالو وكيبان اللون هذا راه مغلوق. وشوفوا معنا اللون الرابع ديالها والاخير، اخر لون فيها. واعره
الزمن الزمن تماك باش تبان عبد الله. شوفوا لي هذه تاهي في النا، هذا هو اللون الاخير ديالها، الاخير ديالها. وبالنسبه للثمن راه 280 درهم للمتر مربع. شوف اختي مريم الفينيسو باش نشوفوا. زربيه هذه هي الميراج، هذه سميتها الميراج، والمنشأ راه بالغاريه، والثمن راه 280 درهم للمتر مربع. وفي الاخير كنبغي نشكرك اختي مريم على المجهودات ديالك، ربي يخليك اخويا. وكنشكر الساده المشاهدين، وكنتمنى لهم عواشر مباركه. وما تنساوش ما ينساوش الشكر للدريه اللي معنا اللي مقابله الواتساب، اخت حكيمه وكتجاوبوا الناس بطبيعه الحال. غير مع رمضان راه هي متزوجه وعندها الوليدات، راه هي راه هي مسكينه كتكون كتجوج الفطور لوليداتها. الناس تصبر شويه، غير شويه تصبر البنات وما يغيجوكم كاملين. ولا كوموند الا تعطلات يومين ولا ثلاث ايام ماشي مشكل، الناس تصبر معنا شويه. اكيد هنا غنخليكم ونتلاقاو ان شاء الله الفيديو الجاي. وبسلام عليكم. بسلام عليكم. ما صورناش.